ابو نايف. ابو نايف عطنا. كان فيه اتصال علمي. لا لا ما علم. طيب ما ادري. دبرون المتصلين جزاهم الخير. طيب ترى امس على اتصال يكلمني ناس وايد منهم حتى الشاعر مقبل القحطاني ومنهم يقول نبي ندق عليكم نبي نطلب حاجات منكم الخطوط مره مشتغله. يتواصلون على الهاشتاج هاشتاج البزنس 26. قلت لهم قلت او في الواتس. قلت بشوف لكم طريقه بعدين. اما السالفه اللي اللي تقول على الفطور هذه على اخوي الشاعر مبارك مستحمان الله يغفر له ويرحمه. الله يغفر له. ادعوا له من هالمكان. إيه فكان في الجنوب له موقفين طريفات. اسلم. الموقف الاول انتقل الى جيزان وصار محافظ هناك. أيه؟ فيقول واحد من الربع هناك من جيزان يقول استقبلته. هو عبد الله بن سلطان السبيعي يقول استقبلته يوم جاء عندي وقلت له وقال ابي لي بيت جاء بحطه لي فيه. يقول رحت انا وياه وندور البيت. ونويد في البيوت كل ما جينا بيت والله اللي فيه فيش خربان واللي يبي له الشغل واللي يبي له ها واللي يقول مهم ذيك المره فقدت خوي يقول انا معه على موتره يقول ولف في البيت وكل ما شفت لي حاجه يروح البيت ذا ما هو اللي ها وانا ادور رفيقي ضيعته واروح ادور عند السياره قال ما عند السياره قال واعود ثاني مره البيت يقول والله ان عند باب مقلط في البيت يقول له يدخل هناك الصحن مدي السنيه ويطلعها قلت السالفه وش قال بشوف المقلط ياخذ باب اشهد الله ياخذ باب يدخل مع الصحن يا اخوي ان ما استاجرنا لها الحين الله يجزاك خير يقول حاط الصحن في شنطه الجيب معه وقيس بينه الله يغفر له هذا هو المقياس اذا بيستاجر على ذي لازم يستاجر عليه الله يغفر له ولده والله لبه كريم الله يغفر له لكم ولده يقول لا منا بغانا من ابو شيء لجيتونا اخذنا طلبات من ابوي ولا جانا ضيوف لا صار احنا ويا الحالنا ما يعطينا طلبات ما يستانسون يشوف ضيوف فله بيتين الله يغفر له عطاري يقول في احد ابياته ودي اذكر بعض الاحوال بالخط العريض بعد ما اعطاني زماني دروس كافيه واحد ما سال عن حالتي وانا مريض لا يسال ان كان ربي عطاني عافيه واحد ما سال عن حالتي وانا مريض لا يسال ان كان ربي عطاني عافيه وردي حظه ردي لا يحسب انه حضيض الحضيض الوافي اللي علومه وافيه شر الحاضرين والسامعين الحضيض الوافي ابو عبد العزيز تستقبل اتصال ام علي مرحبا ام علي.